الجردة لقينا لقينا جردة شوية خوات وبنادم مبقاش يتجمع بزاف السوق ولا تهضر معاك بنادم عامل بعيد وتسلام ولا قليل شوية فما دزنا الخدمة ما بقاش بنادم يبغي يسلم عليك وبزاف الكاس اللي تنبغيو نشربوا منه بنادم مابقاش يبغي يشرب منه ودابا في الخدمة كل واحد دار قراية على راسه بقى يشرب منها وفي الغداء الدراري تنتغداو معاهم كذا من هاني حتى واحد مابقى يتيق بواحد بأن كان شعل هذه كان الدنيا ودابا الدراري ولادنا مساكن يحبسوهم من الدراسة وما كاينش هذا الشيء وكل شيء اليقين في الله سبحانه وتعالى ما كاينش الفرق بين هذا وهذا وربي اللي بغاها هي لا تكون الرحيمين الملكة تنصر ربي هاتي فاكي بولغ ما دورا دي سيودك الحمد لله ولله لله والو تيك الصاد هاتي طمدنتني تدقانت لو قلت قلت سكرايلي هاتي ولله والو الحمد لله هذا قرق قلت نمد نورا والو مد نرت تمتات بلا 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 الدار بيدا حشيش ندار نتا في العدد يموت بلا والو بلا والو ولكن باش اقول اذا حنو قتار غير انه قالك ما تاش تايز وريبي يوفا هيك ساكيت ورد ورد يشكرك غير عاود تسويد ما تقول لا والو الحمد لله بلا الخير دار ربي تبارك وتعالى اولا وقبل كل شيء حنا كنعرفوا الظرفيه اللي كيعيشها العالم كله وحقيقه حنا جزء من هذا العالم ومدينه بيغريت هي جزء من المغرب الظرفيه هي جد حساسه جدا خصني نتعامل معها بشويه بتاني بعقلانيه بشويه ديال النظام باتباع كل التعليمات اللي كتجي من وزاره الداخليه او من السلطات المحليه وغادي تكون كل الامور دايزه مزيانه اظن في مدينه بيغرا مثل جميع المدن اظن انه المرافق اللي كلها تسدات او المهرجانات اللي تلغات او المواسم الدينيه كذلك اللي تلغات ان هذا جزء من منظومه الحمايه اظن ان السلامه اولا خصنا نهضروا دائما نتكلموا على السلامه اولا ومن بعد يجي الكره ويجي المهرجانات ويجي خصنا اولا نضمنوا بان المرض ما يوصلش عندنا بطريقه كارثيه اللي وصلت في دول كبيره الحمد لله انه المرض ما وصلش عندنا واظن ان السلطات تحركت يعني رغم انه هناك يعني بعض التقصير ولكن السلطات تحركت ودارت مجموعه ديال الاجراءات اللي هي خلات ان المرض ما يوصلش بطريقه وان شاء الله ما غاديش يوصل اظن انا كندعو جميع الناس انهم يتكاتفوا يحاولوا انهم يكونوا اكثر تنظيما اكثر حذرا كذلك يتصنتوا للتعليمات ويقراوا التعليمات ديال الدوله لان الدوله هي اللي عارفه الوضع اللي كنعيشوه الحين والامور غتمشي مزيان خص الناس يحيدوا ديك العادات ديال انك تمشي للسوبر مارشي وتحاول انك تجيب واحد الكميه كبيره من السلع هذا غادي يدير واحد النوع من المضاربه ديال الاسعار وغتولي الاسعار شويه في طلوع لذلك فاحنا نحاولوا اننا نوقفوا ضد هاد تخزين السلع ضد كذلك استغلال الناس وبيع بعض المواد سواء الغذائيه او الصحيه باسعار اكثر من سعرها الحقيقي واولا واخيرا اننا يجب ان نكون يد في يد مع السلطات المحليه سواء في بيغرا في جميع مدن المغرب ونكونوا كذلك حذرين ونكونوا كذلك كنسمعوا للسلطات المحليه ولا البيانات ديال الوزاره الداخليه ونطبقوها وراه ان شاء الله ما يكون الخير تحيه لجميع الناس اللي في الخطوط الاماميه ومنهم الممرضين والممرضات والدكاتره ديالنا كلهم تحيه لهم لانهم في الحقيقه هما اللي في الصفوف الاماميه هما في المطارات هما في المداخل هما في الحدود هما في المستشفيات هما في المستوصفات هما في كذلك في النقاط اللي كيدخلوا منها الجاليه تحيه لهم كبيره جدا وحنا كذلك من هنا كنعلنوا اننا حنا كنستعدوا كذلك نشتغلوا كذلك متطوعين من اجل ان نوقف هذا النزيف وان شاء الله غادي يكون اخبار جميله جايه ان شاء الله تكون في المستوى ديال الحدث شكرا جزيلا. Thank you.